وللمزيد حول البيان الذي أصدره الميثاق الوطني العراقي والمطالب بإسقاط سراح المعتقلين في ظل الأزمة الصحية التي يعيشها العراق وتفشي وباء كورونا وعجز الحكومة عن الحد من انتشاره، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أحمد الغانم. سيد أحمد، بداية أهلا بك. أصدرتم بيانا تطالبون فيه بإطلاق سراح المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا، ما الذي دفعكم إلى المطالبة بهذا الطلب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. بالنسبة إلى بيان الميثاق الوطني العراقي الذي يخص إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والآخرين في سجون السلطة السجون السرية والمعلنة، نحن في الميثاق الحقيقة نتابع بقلق شديد خطورة وضع السجناء والمعتقلين. هذه السجون التي تفتقد لأدنى مقومات الرعاية الصحية والنفسية، وكذلك تفتقد إلى كثير من الأمور التي تخص سلامة المعتقلين والسجناء. وهذه السجون التي تشهد ازدحاما شديدا لا تتوفر فيها المعايير الإنسانية المطلوبة، وذلك بسبب الفوضى السياسية والفساد الذي يسترشي في هذه السجون. الحقيقة السجون حيث اتخذتها بعض الأحزاب التي الآن في السلطة وميليشياتها مكسبا ماليا من خلال توريد الأطعمة والملابس والدواء، وما يعانيه السجناء من هذه الميليشيات من تعذيب نفسي وجسدي. فالسجناء يعانون من ظروف سيئة للغاية، وهذه عندما كانت الظروف عادية، عندما كان الوباء غير منتشر ولا موجود، فكيف سيكون الحال في ظل انتشار مخيف لفيروس كورونا؟ نعم سيد أحمد، أنتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني، هل تجدون أن الحكومة في العراق لا تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المعتقلين بسجونها؟ نحن نعلم أن المؤسسات الحكومية بصورة عامة فشلت في حماية المصابين بهذا الفيروس، إن كان داخل المستشفيات أو خارج المستشفيات، فكيف يكون مصير السجناء المعتقلين في داخل السجون؟ إذ هناك تقصير كبير من السلطة، تقصير كبير من المؤسسات الصحية، تقصير كبير تجاه المعتقلين والسجناء الموجودين داخل السجون، ولهذا لم تقم بدورها الصحيح اتجاه هذه الحالة التي يمر فيها البلد بصورة عامة. نعم. سيد أحمد، حبذا لو حدثتنا بشيء من التفصيل عن المخاطر المتوقعة في ظل استمرار الإبقاء على المعتقلين في سجون النظام، وهل من معلومات عن أوضاعهم دفعتكم لمثل هذه المطالبة؟ الحقيقة إذا 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 استمرت الحالة على ما هي عليها الآن، نعم، ولم يتم إطلاق المعتقلين من السجون، فتتحمل المسؤولية الكاملة السلطة في بغداد، وإحنا نحذر من انتشار هذا الفيروس المخيف داخل السجون، وإذا انتشر داخل السجون سوف يسبب بكوارث بشرية وقتل جماعي للسجناء. هذه حالة يجب أن يعلم بها الجميع. نعم سيد أحمد. نعم سيد أحمد، إلى أي مدى يعني مثلا تعتقد أن تعنت السلطات الحكومية في العراق وعدم الإفراج عن المعتقلين، إلى أي مدى ترى أنه يهدف إلى تصفية المعتقلين؟ نحن نعلم جيدا أن أغلب المعتقلين في السجون الآن حاليا هم اعتقلوا بما يسمى مادة الإرهاب السيئة الصيت، وهذه المادة الآن أغلب السجناء والمعتقلين هم أبرياء من هذه المادة التي لصقت فيهم. نعم. ولهذا يسعى هؤلاء الميليشيات التي تنتمي لأحزاب السلطة إلى تصفية السجناء وخاصة السياسيين. نعم. بدواعي طائفية وعرقية. ولهذا لا تهتم هذه السلطة بمعالجة انتشار الفيروس كورونا داخل المعتقلات والسجون. نعم.
نعم. في سؤالي الأخير لك سيد أحمد الغانم، فيما لو استمرت الحكومة في بغداد في تعنتها ولم تفرج عن المعتقلين، ما البدائل القانونية المتاحة لإرغامها على الاستجابة لمطالبكم الإنسانية؟ احنا الحقيقة اولا حقيقة يعني نتضرع الى الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذه الغمة وهذا الوباء عن العراق وعن شعوب العالم بأجمعها. نعم. وفي نفس الوقت ندعو المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة أن يقوموا بواجباتهم والتدخل السريع لإفراغ السجون وإطلاق سراح السجناء وخاصة السياسيين ومعتقلين الرأي ضمن الجهود الدولية الرامية لإيقاف انتشار الفيروس. هذه نقطة. النقطة الثانية، ندعو المجتمع، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات التوجيهية الصارمة للتعامل مع قضية السجون وخاصة السجناء الذين لم يرتكبوا جناية وكل جريمتهم أنه خدموا العراق قبل الاحتلال ودافعوا عنه. شكرا، شكرا جزيلا لك عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر الهاتف أستاذ أحمد الغانم، شكرا جزيلا لك.